قام الارهابيون داعش عصابات داعش الارهابيه بوضع عبوات ناسفه تحت الانبوب ما ادى الى انفجار تضرر الانبوب وحدوث اضرار في هذا الانبوب النفطي. كما تشاهدون انه تدفق النفط من هذا البئر النفطي الى الوديان المجاوره، غنسوف تقوم اليات متخصصه بردم هذه المنطقه بالتراب لكي لا يكون هناك تضرر ايضا للهواء في تلوث بيئي، وبذلك تكون المنطقه صالحه للعمل.